تانية على الجميع. هنبتدي دلوقتي مؤتمر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي شبابنا أملنا بكلمة السيد الأمين العام للحزب أحمد فوزي. تفضل. صباح الخير. طبعا سيبكم من الكلمة اللي قالتها سيادة الأمين العام والسيد الأمين العام، ده أنا عمري ما اتقال في الحزب ولا السيد ولا الأمين العام ولا الكلام ده. يعني يا احمد يا فوزي يا فوزي، يعني شويه ناقص يقولوا ياض يا فوزي بس. وانا رايي ان ده من مميزات الحزب بتاعنا. يعني احنا في الهيئه العليا اللي فاتت كنا بنناقش اللائحه بتاعه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. الدكتور محمد ابو الغار في بندين في جدول الاعمال خسرهم في التصويت، ومع ذلك هو ما زعلش وما حاولش ياثر على الناس انه التصويت يتغير، ولا الناس اللي كانت موجودة حست ان هي ارتكبت خطأ في رئيس الحزب، ولا الامين العام بيتقال له يا سيادة الامين العام، ولا نواب رئيس الحزب بيتقال لهم يا سيادة الفلان وسيادة الفلان، رغم ان هم كلهم شخصيات عامة وقامات كبيرة. هي دي روح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اللي احنا بنتحلى بيها. الاول انا عايز ارحب بضيوفنا من الشخصيات العامة وضيوفنا من الاعلاميين ورفقائنا وزملائنا في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ومن ينتوي الترشح على قوائم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والشباب اللي لسه جايين يتعرفوا على الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. بالإضافة ان ده نشاط من أنشطة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيعمله بعد مرور 4 سنوات على تأسيسه، بس احنا بنحاول على قد ما نقدر نوصل رسالتين مهمين في المؤتمر بتاعنا اللي بعنوان شبابنا هو أملنا. الرسالة الأولانية احنا بنحاول نوصلها لكل الناس اللي بتحاول تبص روح اليأس في الشباب وتحسسهم انه كل الاهداف اللي حصلت بثورة 25 يناير ومشاركتهم في 30 يونيو راح تهدر، سواء باحكام اتحكمت على رئيس الجمهورية السابق اللي احنا من وجهة نظرنا افسد الحياة السياسية وارتكب جرائم عدة في حق الشعب المصري، كانت من نتيجتها ان مؤسسات الدولة تفرغت من كفاءتها، ونتيجتها ان الفترة الانتقالية في المرتين كانوا فاشلين، وبيحاولوا يقولوا للناس ان ثورة 25 يناير ما عملتش حاجة، وفي ناس تانية بتقول لهم ان ثورة 25 يناير كانت مؤامرة امريكية وصهيونية وشارك فيها حماس وايران، ودي من مميزات ثورة 25 يناير ان هي جمعت كل الاعداء التاريخيين اللي موجودين، ايران مع اسرائيل وحماس مع فتح، كل الناس ساعدت الناس في 25 يناير علشان يقلبوا نظام كان قوي جدا وكان مهدد كل الناس اللي موجوده في العالم، الامريكان والاسرائيليين وكده. احنا النهارده بنقول انه ثوره 25 يناير والشباب اللي موجودين، كل القعده اللي احنا فيها دي هي ناتج ثوره 25 يناير وموجاتها المختلفه. من المواطنين المصريين اللي قبل 25 يناير كانوا مهتمين بتوافق الامور، كانوا مهتمين يشوفوا لعيبه الكوره بيعملوا ايه، مع كامل تقديرنا واحترامنا لعيبه الكوره، او كانوا بيهتموا بقراءه الحاجات اللي موجودة في الفن، واحنا برضو بنحترم الفن، او حاجات يدوبك متعلقة بمين عمل ايه ومين راح شقة مين ومين زار مين. الناس كلها بتتكلم في السياسة، حتى اللي بيشتموا ثورة 25 يناير بيتكلموا في السياسة، حتى اللي بيقولوا على ثورة 25 يناير بيتكلموا في السياسة، وده انجاز شباب ثورة 25 يناير عملوه وكل الناس بقت عملته، ان الناس بقت دلوقتي بتتكلم على اني اكل عيشها مرتبط بالسياسة، امنها مرتبط بالسياسة، وجود ولادها وهم رايحين المدرسه في طريق الصبح هو مرتبط بالسياسه، حتى اللي بيشتموا النخب وبيشتموا السياسه بقى في تقدير، اصبح نجوم المجتمع اللي موجودين هم الناس اللي بتصنع السياسات في مصر. الرساله الثانيه اللي احنا عايزين نوصلها انه وجود شباب زي الشباب اللي موجودين في الحزب اللي قام الحزب على كتافهم هو رساله لكل الناس اللي متصوره انه ممكن يحصل تغيير في مصر من غير ما يكون في احزاب او نقابات او جامعات اهليه او روابط او اتحادات. لا ثورة 25 يناير ولا 30 يونيو هيحققوا أهدافهم، ولا المجتمع المصري هيتنقل لقدام من غير ما المواطنين المصريين يحاولوا ان هم ينظموا نفسهم، سواء في أحزاب أو في نقابات أو في جمعيات أو روابط أو اتحادات. مفيش زعيم ملهم أيا كان حجم شعبية الزعيم الملهم ده يقدر يخرج البلد من عصراتها، ولا يقدر أي شباب متصورين ان هم ينزلوا يعملوا تظاهرات وإضرابات واعتصامات ان هم يتخيلوا ان هو ده الطريق لأن الناس تنقل لقدام. عمر ما في بلاد في الدنيا اتنقلت لقدام غير ما يكون في ناس بتحاول تجمع نفسها على مصالح وعلى افكار، بتحاول انها تقدم برامج ورؤى للناس اللي موجوده. عشان كده كل الناس اللي عماله بقالها 3-4 سنين تشتم الاحزاب في مصر وبتقول عليها ان هي ضعيفه، وتشتم الاحزاب في مصر وتقول الاحزاب ملهاش لازمه وما عملتش حاجه، انا الاول مش عارف هو ايه اللي قوي قوي في مصر عشان يعني نستثني الاحزاب ان هي ضعيفه.
لما نيجي نبص على الأحوال اللي كانت موجودة في البلد في 10-15 سنة الأخرانيين من حكم مبارك، لازم نبقى عارفين إن الجامعات في مصر حالتها مش كويسة، والإعلام في مصر حالته مش كويسة، والفن في مصر حالته مش كويسة، والاقتصاد في مصر حالته مش كويسة، والرياضة في مصر حالتها مش كويسة، وإن إحنا مجتمع محروم من حق التنظيم بقاله 40 سنة. لما مجتمع يكون محروم من حق التنظيم بقاله 40 سنة وفي كفر بالسياسة، لازم الأحزاب اللي موجودة دي تاخد فرصتها إن هي تقدم نفسها للناس. وأنا النهاردة موجود حاولت افتكر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عمل ايه في ال4 سنين اللي فاتوا، هو وغيره من الاحزاب، بس كمان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالذات عمل ايه عشان يبقى لسه من الاحزاب القليله اللي في الكذبه بتاعت ان في 86 حزب في مصر. ده كده ما فيش 86 حزب في مصر. الاحزاب اللي خدت اوامر من امن الدوله ايام مبارك ان هي تعمل احزاب دي مش احزاب. الاحزاب اللي هي مكتفيه ان هي تجمع بعضيها على افكار دي مش احزاب، وعلى وين من رأي من حق الناس ان هي تعمل احزاب. انا كنت متضايق جدا وانا خصم سياسي سامي عنان وبختلف مع الشباب بتوع تمرد في سياساتهم دلوقتي، كنت متضايق ان لجنه شؤون الاحزاب رفضت ان الاحزاب بتاعتهم تتشهر. ما عملناش احنا بعد ثوره 25 يناير و30 يونيو عشان يكون في لجنه شؤون الاحزاب تقول الحزب ده يتعمل والحزب ده ما يتعملش. قعدت افتكر ايه اللي ميز الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وايه اللي خلى الحزب ده يكمل وغيره من الاحزاب. قعدت افتكر ان كل حزب من الاحزاب بيحاول يقدم نفسه للناس، وهو ده اللي المفروض الاحزاب تشتغل فيه. في ناس جوه الدوله وفي ناس في الاعلام متصوره ان الاحزاب مشكلتها ان هي شغلانتها ان هي تنزل تلم الزباله في الشارع، ده عمل جليل وكويس، بس دي مش شغلانه الاحزاب. او تنزل تروح تصلح الدكك في المدارس، او تنزل تروح تصلح الابواب، او لما تحصل مصيبه ولا كارثه يقولوا هي الاحزاب فين. الاحزاب مهمتها ان هي تقدم رؤى وبرامج وتقول للناس سياسات بديلة عن السياسات اللي بتحكم. الأحزاب عشان يتقال عليها نجحت ولا فشلت لازم تكون موجودة في البرلمان أو تكون موجودة في الحكم. والأحزاب لما ما تكونش موجودة في البرلمان وفي الحكم بتاخد جملة من المواقف علشان تقول للناس هي كده. أنا قعدت أفتكر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إيه المواقف اللي خدها من يوم تأسيسه. من يوم تأسيسه في كتبتين اتكتب بيهم على الشعب المصري الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ما وقعش فيهم. الفصل بين السياسة والثورة، وإن الثورة ثورة شباب. الفصل بين السياسة والثورة ان في مجموعات من الناس الثوريين الكويسين وفيهم ناس تانية ما كانوش ثوريين، والتاريخ هيثبت ان هم كانوا مهمتهم الرئيسية افشال ثورة 25 يناير كانوا مهمتهم ان هم يبعدوا الناس عن السياسة ويقولوا لهم الثورة شيء والسياسة شيء تاني. احنا ما وقعناش في الفخ ده في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وما تخليناش عن اهداف ومبادئ ثورة 25 يناير واحنا بنمارس السياسة. واحنا بنعمل الحزب بتاعنا ما عملناش الحزب بتاعنا ان احنا لمينا 5000 مواطن ودفعنا 50 جنيه في التوكيل، ما عملناش كده. واحنا بنعمل الحزب بتاعنا ما جبناش واحد من الشرق وواحد من الغرب عشان يكون في حزب. لا، الحزب اهتم انه يكون في فكره الناس بتحاول تتجمع عليها اللي هي الديمقراطيه الاجتماعيه. واحنا بنعمل الحزب بتاعنا ما وقعناش في فخ ان الثوره ثوره شباب، وان الشباب بس هم اللي من حقهم ان هم يشتغلوا في السياسه وغيرهم كل اللي قبليهم وحشين. احنا ما عملناش كده. احنا حزب اتبنى على 4 أو 5 أجيال كلهم كان ليهم موقف واضح ومحترم من حكم مبارك الفاسد والمستبد والتيار الاسلامي اللي احنا كنا شايفينه انه هيودي البلد لدوله دينيه. كان في جيل محترم زي جيل الدكتور ابو الغار والدكتور حازم ببلاوي والدكتور نور فرحات، وكان في جيل تاني بعديه عنده خبرات زي جيل اشرف حلمي ومجدي عبد الحميد وفريد زهران وحنا جريس، كان في جيل تالت زي زياد وكامل صالح، كان في جيل رابع زي جيلي وجيل باسم وجيل مها وجيل وعرفات، وكان في جيل خامس جيل زياد العليمي وريم ابو زهر، وفي جيل سادس. والاجيال دي كلها بتستفيد من خبرات بعض. وما قلناش انه ما ينفعش ان الدكتور ابو الغار اللي احنا بنديله بفضل كبير ولا زياد بهاء الدين ما يشتغلوش في السياسه لان هم من جيل قديم. ده الفخ اللي ما وقعش فيه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. الفخ اللي ما وقعش فيه حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي انه في الانتخابات البرلمانيه بتاعت 25 يناير صمم انه ما ينزلش مع جماعه الاخوان المسلمين. في احزاب سياسيه كبيره دلوقتي بتزايد علينا وبتقولوا احنا لينا مواقف اكثر جذريه من جماعه الاخوان المسلمين، نزلت على قائمه الاخوان المسلمين. وصممنا واحنا بنعمل الحزب بتاعنا انه يكون النواب اللي موجودين فيه هم نواب الاكثر ان كانوا بروز داخل البرلمان، من غير ما نقول ان احنا حزب الستات، ومن غير ما نقول احنا حزب المسيحيين، ومن غير ما نقول احنا حزب الشباب. احنا الحزب الوحيد اللي في مصر دخل 2 من 1000 شباب الثوره البرلمان. احنا الحزب الوحيد اللي في مصر اللي قدم 6 جوه البرلمان في الصعيد. احنا الحزب الوحيد اللي في مصر اللي نجح 2 مسيحيين على قوائمه. احنا الحزب الوحيد اللي في مصر اللي جوه البرلمان اتكلمنا على العداله الانتقاليه. احنا الحزب الوحيد اللي في مصر رئيس الكتله البرلمانيه بتاعنا زياد بهاء الدين قام قال في البرلمان
للإخوان المسلمين وقت الجماعات التأسيسية إن التاريخ هيحكم علينا. إحنا الحزب اللي أول ما قامت ما حسينا إنه المجلس العسكري ماشي في طريق غلط، ما قطعناش مع الاتصال وما قررناش إن الموضوع كله مظاهرات وإضرابات، كنا بروح الأعداد بتاعته وبنقول له أنت ماشي في سكة غلط وأنت هتسلم الدولة للإخوان المسلمين. وكان كل شبابنا مشاركين في مجلس الوزراء ومشاركين في محمد محمود ولينا شهداء وسقط لينا ناس واتحبس ناس، ومع ذلك ما شفناش ان الاخوان المسلمين هم البديل في الوقت ده. ولما الناس في مصر وصلت لمرحله في الانتخابات ان مرسي وشفيق يعيدوا مع بعض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لا ده مرسي ولا راح ولا ده شفيق ولا راح فورمانت، مع كامل تقديري واحترامي للناس راحوا فورمانت، فيش واحد من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من قيادته راحوا فورمانت حسوا ان محمد مرسي ممكن يمثل البديل، ولا حد فينا راح شاف ان شفيق هو ممثل الدوله المدنيه، واثبت بعد كده ان موقفنا هو الموقف الصحيح. اعترفنا بشرعيه مرسي بمجرد ما الانتخابات بتاعته اتعملت، لان احنا شفنا هي دي الديمقراطيه، ورحنا الحوار مع مرسي ما رفضناهوش زي ما هم كانوا بيقولوا، ورحنا والدكتور ابو الغار قال له انت ماشي في سكه انك تعمل دوله دينيه وانت مش عايز تبقى رئيس البلد دي، انت عايز تبقى رئيس جماعه الاخوان المسلمين. واول ما اتعمل الاعلان الدستوري كان رموز الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اول ناس واقفين قدام قصر الاتحاديه، وقت ما كان في ناس تانية دلوقتي راكبين طياره مرسي ورايحين يعملوا بزنس في الصين، وبيقولوا ان الاحزاب بتاعتنا هي اللي طابور خمس واخوان مسلمين. احنا الحزب بتاعنا اللي كان كل اسبوع بيطلع يعمل مظاهرات ويمشي من شبرا لحد التحرير، واول ما 30 يونيو قامت احنا الحزب بتاعنا اللي تحمل بجساره وجراءه جزء من الحكومه، لان كنا شايفين ان الدوله المصريه وقعت في مشكله، واحنا كنا موجودين في الدوله دي ما تنزلناش عن مبادئنا وقيمنا. ممثلنا في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قال ان قانون التظاهر غلط وان السكه اللي احنا ماشيين فيها دي غلط. احنا الحزب اللي لما كان موجود في الحكومه عمل الحد الادنى والحد الاقصى للاجور، احنا الحزب اللي كان موجود في الحكومه رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء كانوا بيقدموا الذمه الماليه بتاعتهم، احنا الحزب اللي لما كان موجود في الحكومه ما فيش واحد من الحزب استرزق منه ولا راح قال انا عايز اعمل رخصه محل، ولا راح شعر المواطنين المصريين ان هو متميز عنهم. الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هو الحزب دلوقتي الوحيد اللي بيخبط على بابه مرشحين فردي وبيقولوا له احنا عايزين من غير ما يقدم فلوس ومن غير ما يقول للناس ان انا عندي كتله تصويتيه مش عارف ايه تصوت لكم. الحزب ده بسياساته ومبادئه واهدافه هيكمل اهداف ثوره 25 يناير وهيكمل موجاتها المختلفه، ومش هنندم ان احنا شاركنا فيهم، وهنفضل طول الوقت شبابنا احنا من وجهه نظرنا هم الشباب اللي ماشيين في الطريق الصحيح، وده مش معناه ان احنا بنحتكر الحقيقه ولا معناه ان احنا بنحتكر الوطنيه، وبنمد ايدينا لكل الناس اللي شايفين ان 25 يناير ما هياش مؤامره وان 30 يونيو مش انقلاب، وهنخوض البرلمان اللي جاي، هنقدم في البرلمان اللي جاي ايا كانت التحالفات اللي كنا مشاركين فيها، هنبقى احنا برضو الحزب الوحيد اللي هيقدم ستات بالفردي، وهنبقى الحزب الوحيد اللي هيقدم مسيحيين بالفردي، وهنبقى الحزب الوحيد اللي بيقدم شباب بالفردي. مش بنعمل كده عشان الناس تقول علينا كويسين، احنا بنعمل كده عشان هي دي مبادئنا وهي دي قيمنا. اشكركم. اثنين من اعظم عقول الحزب، الاستاذ الدكتور ايهاب الخراط. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بيك يا حبيبي. ورائعه ريما وزهرة. الجلسة الافتتاحية اسمها ماذا ينتظر الشباب من البرلمان القادم؟ الحقيقة ان الجلسة هتكون معنية اكثر بالتشريعات اللي الحزب ينتوي، بلاش ينتوي، الحزب ينوي تشريحها في البرلمان. الجلسة ستدور كالاتي: استاذ دكتور ايهاب الخراط هيتكلم في الجزء الثاني، الاستاذة ريما وزهرة هتتكلم في الجزء الاول، بعدها سنفتح الباب للاسئلة، وهنتلقى الأسئلة في صورة أسئلة مكتوبة، ومن يرغب في عمل مداخلة مباشرة هيبعت لنا عن طريق المنظمين اللي في الجلسة اسمه، وهيطلع يقول المداخلة بتاعته. رجاء غلق المحمول، الجلسة مدتها ساعة، هنتكلم نص ساعة وهنفتح الأسئلة لمدة نص ساعة. أتمنى أن الجلسة تكون مثمرة. شرف أن أنا عضو في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. الحقيقة احنا النهاردة هنتكلم على رؤية الشباب في البرلمان الجاي. الشباب المصري عايز ايه من البرلمان الجاي؟ ايه حزمة التشريعات اللي الشباب شايف انه مستقبل
مصر هيكون أفضل لو تم تطبيقها. الشباب والشعب المصري كله لما نزل 25 يناير كان بيطالب بعيش حرية، كرامة، عدالة اجتماعية، كلها شعارات جميلة وعامة جدا وفضفاضة جدا، لكن علشان نحققها على أرض الواقع لازم تترجم، وترجمتها بتكون في صورة مجموعة من الخطوات، مجموعة من القوانين، مجموعة من التشريعات. الدولة في تعريفها أساساً الدولة هي مجموعة من المؤسسات، والمؤسسة هي مجموعة من القواعد. القواعد دي تشمل قوانين وتشمل لوائح وتشريعات عامة، وبالتالي أول خطوة للإصلاح في البلد لازم يبتدي من إصلاح المنظومة التشريعية بشكل متكامل، وأن يبقى في بيئة تشريعية ونظام وسياق تشريعي يستطيع أن هو يحقق للناس العيش والحرية والعدالة من خلال خلق نظام ديمقراطي، من خلال فتح مجال لتنمية مستدامة. بناء منظومة تشريعية في بلد عانى كتير من التضارب التشريعي، من قوانين كتير غير مدروسة، من قوانين وضعت لكبح الحريات مهمة كبيرة، مهمة طويلة، هتمشي على مراحل كتير، ولكن علشان إصلاحها بشكل عام ده هنطلب طرح رؤية عامة. الرؤية العامة دي هي رؤية الشباب، رؤية الشباب هو عايز ايه في المستقبل، وده طبعا هياخد ترتيب أولويات عشان نقدر نحدد ايه القوانين او التشريعات ذات الأولوية الأولى في أول وفي تاني دور انعقاد، وايه هياخد وقت. الدستور في الحقيقة فرض بعض الالتزامات الآنية اللي لازم تحصل في أول دور انعقاد في مجلس الشعب. على رأسها أول التزام في نص المادة 156 من الدستور اللي في الحقيقة بيفرض على مجلس الشعب القادم في خلال أول 15 يوم من انعقاده مراجعة كافة قوانين وقرارات اللي صدرت بقوانين من رئيس الجمهورية في فترة غيابه، يعني من يوم إقرار الدستور حوالي يوم 18 يناير، لو متذكرة التاريخ بشكل صحيح، من يوم 18 يناير إلى يوم انعقاد مجلس النواب. وبالتالي المجلس منوط به ومفروض أنه هو يراجع كل القوانين دي ويقرها. القوانين اللي هيقرها ما فيش فيها مشكلة، القوانين اللي هيشوف ان هي يجب تعدل لازم تعدل في خلال 15 يوم، والقوانين اللي لن يصدق عليها ستسقط، وستسقط كمان بأثر رجعي، وسيزول كل ما لها من أثر سابق. وبالتالي دي مهمة كبيرة جدا، مهمة آنية جدا، وحوالي عدد القوانين لما شفناها عدد كبير، يعني ما يقرب من زيادة عن 170 قانون أو قرار بقانون صدر في خلال الفترة دي. وبالتالي دي أول حاجة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ينتظر ان هو يشتغل عليها، وهتاخد وقت كبير وهتاخد جهد كبير وهتاخد دراسات كتير علشان نبتدي نحدد ده. في بعض القوانين اللي صدرت في الفترة دي من القوانين اللي لازم يتم تغييرها ولازم يتم التعاطي معها، على رأسها على سبيل المثال القانون الخاص بتحسين عقود الدولة، القانون الخاص بتوسيع نطاق القضاء العسكري، وإصلاح القوانين الخاصة باستقلال الجامعات. هناك أيضا التزام آخر في الدستور بموجب المادة 235 بعمل قانون دور العبادة الموحد وتنظيم بناء الكنائس، ده برضو التزام دستوري لازم يتم في أول دور انعقاد للبرلمان. في أيضا التزام آخر بموجب المادة 241 خاص بضرورة عمل قانون العدالة الانتقالية لتحقيق الشفافية والمحاسبة وكشف الحقيقة وتعويض الضحايا، دي كلها التزامات دستورية منصوص عليها.
وبالتالي لازم يعني ده هيتصدر قائمة أولويات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمفروض كمان غيرها من الأحزاب. في بقى أيضا قضايا ملحة كتير قوي مطروحة على الساحة، قضايا سياسية ودستورية على رأسها. على سبيل المثال إصدار رائحة جديدة لمجلس الشعب علشان تحقيق الكفاءة في إصدار القوانين داخل مجلس الشعب وتمكين كافة القوى السياسية الموجودة داخل البرلمان من مناقشة القوانين بشكل موضوعي ومن اتخاذ قرارات بشكل أكثر فعالية وبشكل مدروس أكثر. أيضا على الجانب السياسي في يعني من ضمن أولويات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تشكيل لجنة لتنقية التشريعات المصرية من كافة العقوبات المجحفة السالبة للحرية خصوصا في قضايا الرأي والتعبير والنشر والصحافة والإعلام وغيره، وأيضا إصدار قانون خاص بالانتخابات المحلية وتنظيم المحليات لدعم اللامركزية في مصر، وكذلك إطلاق حرية العمل النقابي وتعديل قانوني الأحزاب والانتخابات لإنشاء نظام أكثر عدالة وأكثر شفافية وديمقراطية، نظام انتخابي. على الجانب الاقتصادي أعتقد ده موضوع مهم جدا برضو، بيسعى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لإصدار قانون شامل لتنظيم عمل المؤسسات أو لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من نواحي كتير قوي متعلقة بسهولة إجراءات تراخيصها والحصول على مزايا معينة تستحقها لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، كذلك إعادة هيكلة الصندوق الاجتماعي للتنمية ودعم التعاونيات وإعادة تنظيم بنك التنمية والائتمان الزراعي وإعادة تجديد نشاطه وإعادة هيكلته بشكل عام. وبرضه من القوانين المهمة جدا اللي بتعلق كثير من أعمال الحكومة المصرية قانون المسيدات والمناقصات الذي أيضا ينبغي إعادة مراجعته، وكذلك مراجعة قوانين الاستثمار لخلق مناخ استثماري مشجع للمستثمرين في مصر. وعلى جانب آخر أيضا من ضمن أولوياتنا توسيع نطاق عمل المحاكم الاقتصادية وإصدار تشريع جديد خاص بالإفلاس والتخارج. على الجانب الاجتماعي برضو هناك حزمة من القوانين يسعى الحزب المصري الديمقراطي إلى تطبيقها، بعضها خاص بتوسيع توسيع نطاق المعاش الضماني، إصدار قانون خاص بتنظيم توزيع الوجبة المدرسية على كافة أطفال المدارس الحكومية المصرية خصوصا في المرحلة الابتدائية، وطبعا استكمال قانون الحد الأدنى للأجور ومراجعة منظومة تشريعات الإسكان الاجتماعي والاهتمام أيضا بالتدريب المهني، وأحد المقترحات الخاصة بالحزب وإنشاء وزارة خاصة بها لدعم التدريب المهني، لأن التدريب المهني أحد قطرات التقدم في أي دولة في العالم وبالتالي لازم يأخذ حقه من الاهتمام. وأيضا هناك بعض القوانين الخاصة بإدماج العمالة الغير رسمية في الاقتصاد الرسمي، بما أن الاقتصاد الغير رسمي في مصر حجمه كبير جدا وفي نفس الوقت لا يتم استغلاله أو الاستفادة منه بالشكل الذي يجب أن يكون. على جانب حماية الحقوق والحريات من أحد أهم أولويات الحزب هي تعديل قانون التظاهر اللي صدر في أكتوبر أو نوفمبر 2013، لأن القانون به كثير من المواد المقيدة للحريات، به الكثير من العقوبات المجحفة، لا يحمي المواطنين أو المتظاهرين من تعسف السلطة في استعمالها إن أراد ذلك.
وبالتالي ده من اهم اولوياتنا وهي تعديل قانون التظاهر، كذلك تعديل بعض القوانين التعديلات اللي صدرت على قانون العقوبات الخاصة ب او السالبة للحرية فيها، وكذلك وضع قانون شامل للجمعيات والمنظمات الأهلية لدعم المجتمع المدني الذي يلقي هجمة عنيفة في الفترة السابقة. وأيضا من أهم أولوياتنا إصدار قانون حرية تداول المعلومات وتعديل القانون المنظم لمجلس حقوق الإنسان، وأيضا على رأس أولويات الحزب مجموعة من التشريعات الخاصة بدعم المرأة وحماية الطفل المصري ودعم قدرة الدولة على حماية الأطفال. أعتقد خدت وقت أكثر. تمام شكرا جزيلا.